أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين وضعت رعاية حقوق الإنسان وتوسعة الأطر المتصلة بالحرية والديمقراطية والتسامح ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي واحترام التعددية وضعتها ركيزة أصيلة من ركائز العمل الوطني. وأشارت معاليها إلى أن النهج الذي تتبعه مملكة البحرين في كافة مسارات العمل الوطني يجعل من حقوق الإنسان المعيار الأساس والملف الأول على سلم الاهتمام. جاء ذلك خلال اجتماع مع سعادة السيدة ماريا أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم استعراض آخر مستجدات الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين في المجال الحقوقي. ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن مبادئ حقوق الإنسان وما يتصل بها من عمل مؤسسي لم يكن فكرة طارئة على مملكة البحرين، إذ تتسم منذ القدم بأنها واحة للتعايش والوسطية والاعتدال وحاضنة للقيم والمبادئ الإنسانية الرفيعة، منوهة إلى أن ميثاق العمل الوطني ثبت الأسس المتصلة بحقوق الإنسان وحفظ كرامتي وحرياتي، وتم ضمن ذلك في الدستور والقوانين.